السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم النهار اللي مشات به ماما. من بعد ما شاركت معكم فاش جمعنا لا فاليز، من وراها خرجنا مباشره نتعشاو، جينا لهذا المطعم هذا. قلت لك بنهار نجي وحنا دابا وصلنا، سخنوا لينا هاد البيت على قبل البيبي مسدود، ولكن هذا مسدود يعني بالباب بحال هكا كيف كتشوفوا كيتسد، وفي هاد الجليسه بحال هكا بحال هكا، وهنا ترانسبارون كيبقى يبان لك. في الصيف كيشعلوا لك هاد الفريفيره، دابا حيت البرد ومعنا البيبي شعلوه. ديرو له كريمه ولا هذا ريشه ريشه ديال الضو. ما شاء الله شي هذا هو داك الطرشو اللي كانوا اللي عطاونا. لا هادي مطيشه لا صوص طماط. مخلط الزيت لا بابا لا فين كيطيبو في الكوزينة. خدامين لا هادشي كانت بلاصة غير صغيرة تبارك الله. حنا ما نكونوش جينا شي عام دا. ايوا الفوق دايرين قاعة ديال الحفلات عيد ميلادات. عندك ماما مرا كيزلق جليش فين هما لي فامي هادي هي تاع كادن. هي العيالات كادن هي العيالات. انا راجعين دابا من ورا الماكله كيجيبو هنايا الشاي زوينه كتعجبني هادي. عرفتي هذيك اللي فيها جوج الالوان هذا شنو هيك ده. ها هو نسينا هذا. انا بلال خليته لماما وجينا لابيبيك من بعد ما تعشينا. سين سبب عندك بزنس عندك تانا
ثانية أربعين ونص. أربعين ونص صباح. لازم نشوفوا البطانيات. آه برد. خاصة شي مانطا رقيقة. شنبك صدق زين زين شدريده هم بزين يكسب ده هاو بزين طيحتها بودك زين زين مقاس لران شكرا شوفهم 30 عندهم رخاص شنبك شي جيبي اما هاولو جيبي عجبتني هادي إيه تمام سن بيندن تمام مخشي يوم كان مش النهاردة كذا سن بيندن يوم شك أنا نخرج نخليه يخلص نواتف نخلي ماما بوحدة جالسة مع بلال تيجي جي هاد ويهزو قريب الا كيخلص صافي ما غاديش نبقى واقفه في الصف اش خديتو اختينا مانطا وخدا لي الجيلي الثاني خدا لي الجيلي وخدا لي هذاك الكريم ديال جونسون داك فحال كانتا زاد لي الجيلي اختي خليه بغى ياخذ لي الجيلي فاق الخوينس لا خاص معاك باش تهزي سهل من هذيك اللي ناعس فيها دابا واللي ناعس فيها تهزي وتمي خارجه بيه كتسك عيبي ما عندو حتى تريكوات ما عندو حتى حاجه علاش عبالك دابا جيت للدار هذه هي البطانيه اللي خديت ليه صافي زدت ليه هذا انا مشيت باش ناخذ هذا واش غالي با هذا ومشي شراه لا الزاق اللي نزدت واحد لا ما جوج خدا جوج هذا كلشي لي جيني موريتهمش هادو اللي جابت ليه اللي صيفطات لي امتي البارح هادو خدات لي هاد خدات لي هادو ثلاثة قشرات ما عرفتش انا في الاول هاد الماركه خدات لي هاد الزيلي هذا ها هو كيفاش داير خذت لي السويك هذا هو اللي عجبني بزاف سويك على شكل كليب هو كيفاش كيجي ساكادو بدان زوين وخذت لي هاد السبابط هذا لا وزقت تمشي بصدي وشري لك ربع كبير لا ما جاتش في الصباح فاش كنا غاديين ما بقيت صورت لكم لانه وقع لنا واحد المشكل نورمالمون كنا غنخرجوا مع 10 اونس من الدار غنمشيو لان المطر عندنا حتى الاذانه بعد علينا بساعه ملي استفدت شويه صيفطت لينا الشركه ديال الطيران واحد الميساج قالت لك راه غنديروا واحد الغوطاغ الطياره سال 3 فقلنا صافي ماشي مشكل راه نخرجوا حتى 12 ونص وراه يكفينا يعني يكفينا الوقت 12 ونص حنا باقيين اللي رجع تكا اللي شاد التليفون ماما رجعت تكات حتى هي وشاد الطابليت صافي من وراها امي عاودوا صيفطوا ميساج قال لك راه ما بقاتش دار الرطار وهنا فين يعني نبنا باقي ما لابسين باقي والو وصلنا للمطار راه ماما فين هي يا جهاد بيجاسوس عامره المطار عامر يوم الحد وفات علينا الحال لانه انا غنشرح لكم شنو وقع وصلنا دابا للمطار قالنا واحد المشكل قلنا الصباح عندنا الطياره مع الجوج عند ماما طيارة مع الجوج قال لك غنبدلو ولا حتى الثلاثة فبقينا في الدار فطرنا على خاطرنا صافي شوية هو يصيفط ميساج قالو الطيارة غترجع في نفس التوقيت ديالها هنا فين كان المشكل جينا كنجريو دابا الوحدة ونص باقي ما دفعناش الباكاج راهما واقفين ليه كيدفعو في الباكاج
ديما بيجاسوس كدير هدايا، ركبت فيها انا زوينه وكل شيء، ولكن ديما كدير هاد المشكله ديال الرطار، الضمن البال ديما داروا الوقت ما بين طياره وطياره بعيد. تخيلوا درنا ما بين اضنا ومارتين نص ساعه. ما بقيت صورت لكم، هنا كانت ماما مشات، ما كانش عندي انا كاع الخاطر نمشي لهذا المول. هذا كان قريب للمطار، غير راجلي قال لي يلاه نمشيو باش تلفي الوقت، الا مشيتي دابا ديريكت للدار غتبقاي مكتئبه. اللهم اجي دوري ويعني بدلي الجو شويه. فجينا لهذا المول هذا ديال مي بير، هي ام واحد. قال كاجي نشوفو غير شي هكا ديكور للدار، هذا من في ايكيا. وصلنا للمول، دابا غادي نقلب على دابا كنقلبوا في البلان على شي غرفه فين كيردوا فيها البيبي. بس شو رايس بيت هنا شو رايس وين نيمش باركينج بيبيك باكم اوضاس بردا كارفور سا قدام كارفور كاين هنا مثلا دورد يول تعرف بردان بردان جيس تمام. دور شيء نرده مثلا بيقولين هارفور هشا بحشي نرده هشا المال كامل ضايا هكا بالألعاب بلايس فين يجلسوا لي بارون حداهم. انا ما بغيتش ندخل بزاف ال... ها تمام عايز تشيك يا رما سميت فراي يدك تمام مثلا اوكي ما بغيتش نبقى في البلايص اللي هما افنن تمام ما بغيتش نبقى في البلايص اللي هما مسدودين بزاف. هلا قبل البابي غنمشي غير لايكيا وغنجلسو فشي كاب فيها هكا محلولة زعما البلاصة ناي بان توريست. دابا من بعد ما خرجت من المول راجعين بالي هاد المعرض هذا، غندخل نشوفو شنو فيه وغنديكم معايا. هنا كاين مول الحلوى وهنا كاين مول الشاورما. هيا دجاج مول بريك، هنا الناس كياكلوا، هنا مول الفاكهه عندنا كباب، هنا كاين الكباب الكفته ديالهم من مانوكي، ولكن شي كفته هي الكفته اللي ما ذوق لك الكفته كلها ولا الحوت جيريا مثلا مانوكي.